شو جايب معك سيد اسلام؟ اليوم جبت لك معي شوية بول دكتور. فحص البول لازم تعمله عند الطبيب العام، انا اخصائي امراض نفسية سيد اسلام. الله يصلحك يا دكتور، هذا البول مش تبعي، هاد بول بعير. بول شو؟ بول بعير، بول بعير دكتور، شو ما سمعت عنه قبل هلا؟ لا ما سمعت. هاد يا سيدي نبينا صلى الله عليه وسلم وصف لنا بول البعير باعتباره يشفي من امراض كتيرة. فقال بسألك شو المانع إذا أنا شربت منه؟ إيه والله الدواء تبعك ما عم بيجيب نتيجة دكتور. ولك أنت راح تمخون لي عقلي، لك معقولة تآمن بهيك خرافات؟ لهون وصلت فيك الحالة؟ لك يا دكتور ليش أنت هيك عنيد؟ الطب النبوي مثبت علميا. دخلك؟ والناس اللي وصف لهم الرسول البول وشربوا شفيو؟ ايه دكتور، الحديث بيقول انهم شربوا صح بدنهم كمان، بس بالنهاية الرسول قطع ايديهم ورجليهم وقلع عيونهم وتركهم يموتوا بالحر موت الكلاب. العمى العمى، وليش بقى؟ لانهم قتلوا الراعي وسرقوا الابل دكتور. اسمع شو بيقول الحديث، ان ناسا اشتاوا في المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا براعيه يعني الابل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. يمكن سرقوها مشان يبيعوا البول تبعها؟ أنا بعتقد سرقوها انتقاما من الرسول لأنه شربهم البول تبعها. هاد رأيك دكتور، بس أنا مؤمن بكل كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام هيك شوف لقلك يا سيد إسلام، بما أنه كل الأدوية ما نفعت معك، ما في مانع أبدا نستخدم الطب النبوي. إيه هيك بدي إياك ها؟ إيه علينا، نزل الدبانة بكاسة المي. على مهلك على مهلك دكتور، اخلص الدبانة كلها بالمي وبعدين اشربها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمزه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. أوكي سيد إسلام، من الأفضل ما تشرب بول البعير صادة، اختص بالأول في دبانة وبعدين اشرب. والله معك حق دكتور، هيك ممكن يتضاعف مفعوله. طبعاً طبعاً، كيف لكان؟